وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال انت معجزة يا ابني، انت معجزة يا ابني. واجب علينا نطلع هيدا الفيديو ترند لأول مرة، فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، على أي منصة ممكن تشاركوا هيدا الفيديو. يعني عم صور المقدمة ومشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بفيديو جديد ومختلف كليا على قناتي على اليوتيوب. معجزة تاريخية سأتحدى بها العالم بأكمله، أن تأتوا بهذا الفيديو أو بهذه المعجزة. بتمنى تتابعوا معنا الفيديو هيدا للنهاية ومشاهدة ممتعة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام معجزة تاريخية، الترند الأول على اليوتيوب. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الله. وهو بكل خلق عليم. الله ما شاء الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. بلى وهو الخلاق العليم. ايه ده يا عالم، ايه ده المعجزة، الترند الاول على اليوتيوب ان شاء الله. ايه ده يا عالم، ما شاء الله. طفل يبلغ من العمر لا يتجاوز ال 18 سنة يقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. السلام عليك أيها الملاك الطاهر، السلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. يعني ما شاء الله، معجزة تاريخية ونعمة تربية. أجيالنا تكبر إن شاء الله بحفظ القرآن الكريم. أنا حبيت أعمل حملة على اليوتيوب على التيك توك، سميت اسم الحملة أصحابي حملة تربية أطفالنا ودعمهم لحفظ القرآن الكريم. بتمنى يعني الحملة تنال إعجابكم، راح تكون فيديوهات قصيرة وجميلة جدا، وراح تنصدموا من قارئين القرآن لأول مرة راح تشوفوه على اليوتيوب. وبتمنى تدعمونا بلايك ومتابعة، وما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس كي يصلكم كل جديدنا إن شاء الله. ما تنسوا تصلوا على النبي في التعليقات، والسلام عليكم، انتظرونا غدا بفيديو آخر.